متابعي المربد، اليوم لنا جولة جديدة في مستشفى النبا العظيم بعد افتتاحه واستقباله للمراجعين. أكيد طلعنا على بعض المعلومات بعد افتتاح المستشفى. دكتور عبد الزهر، حياك الله من خلال المربد وأهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ رياض. أهلا وسهلا. الحمد لله والشكر، مستشفى النبا العظيم دخل مرحلة جديدة من حياته، وهي استقبال المرضى والدخول الفعلي في الطاقة الاستيعابية، خلينا نقول أقل من القصوى إن شاء الله. يعني الطوارئ 24 ساعة، الصيدلية 24 ساعة، العمليات على مدار الساعة، الاستشاريات شفتوها يمكن حضراتكم في جميع التخصصات. فالحمد لله والشكر، يعني وصلنا إلى يعني قريب للحلم اللي نحلم به، بس لا زال الطريق طويلا لتحقيق الهدف الأكبر، وهو أنه المستشفى يشتغل في جميع التخصصات والتخصصات القليلة والنادرة بالعراق، واستقبال المرضى بصورة أكبر، وإجراء العمليات اللي نعتقد أنه هي ما راح تجرى بالعراق على المستقبل. يعني الطموح هو مستمر، تعرف حضرتك، وأوكبت هذا الموضوع من بداية العمل إلى الافتتاح، افتتاح المستشفى إلى العمل البسيط، والآن احنا نعتقد على بعد خطوات من العمل الأكبر اللي هو إجراء العمليات النادرة والقليلة بالعراق إن شاء الله. كيف لمستم دكتور المراجعين، يعني خصوصا من البصرة، أقضية ونواحي؟ نستقبل طبعا جميع المواطنين من البصرة، خارج البصرة، من جميع الأقضية والنواحي. الحمد لله جاي نلمس ارتياح للمواطن، التعامل، المكان، سعة المكان، ارتياح. فالحمد لله والشكر، نكون سعداء جدا. ودائما انا اسال المواطن شلون الخدمات، انت مرتاح؟ فالحمد لله جاي اجد صدى ايجابي. كافه الكوادر، كوادر متواجده على مدار الساعه، طبعا شفتات، كل 8 ساعات شفت، وموجودين حضراتكم شفتوا الطوارئ، الصيدليه على مدار الساعه. الحمد لله المستشفى يستقبل ومفتوح على مدار الساعه. دكتور العمليات ايضا صارت، العمليات دخلت في العمليات طبعا لحد الان الحمد لله وصلنا الى الرقم 100 من العمليات، العمليات الكبرى. فصالات العمليات 8 كلها مهيئه ومفتوحه لاجراء العمليات، وايضا صباحا، مساء، ليلا. اذا دكتور احنا راح تكون جوله يعني مع بقيه الاختصاصات، اذا تحب توصل المعلومه الى مراجعينك بشكل خاص القلبيه، ومن ثم الى عامه المواطنين في البصره وباقي المحافظات او الاقضيه والنواحي. والله انا يعني هذا المستشفى هو مستشفى للكل ويستقبل جميع المواطنين، واحنا نكون سعداء لما نحقق خدمه وارتياح للمواطن. اطباء القلب طبعا المستشفى هو مستشفى متعدد الاختصاصات، مو مستشفى مال القلب بس. تعرف القلب احنا قلنا اكثر مره به خصوصيه، انفتح صلاه القسطره والحمد لله هسه يعني اليوم الثالث جاي نجرى عمليات قسطره. فنتمنى انه نقدم الخدمه اللي يطمح لها المواطن العراقي، واحنا دائما في مراجعه لانفسنا ومراجعه للخدمات في سبيل نحقق الافضل. اذا شكرا جزيلا دكتور، وان شاء الله ان زيارات اخرى في ردهات الاخرى وكذلك في صالات العمليات ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا استاذ رياض، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، الله يخليك، مشكور. ايضا نلتقي باحد المراجعين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. شو وضعت العافيه الحجيه؟ الله يعافيك، رحمه الله على والديك. جاي في قسم الاشعه مو؟ اي قسم الاشعه. نعم. هاي الزياره الاولى للمستشفى. هاي الزياره الاولى للمستشفى. شو شفت يعني؟ لا جاملنا حتى هسه. لا والله ليش تجاملك؟ نظافه وترتيب حلو ووصولات. اي مستشفى يعني كلش نظيف، واول مره اجي له وان شاء الله دائما يعني استمر هنا اجي لان شفت نظافه يعني. ودكاتركم العاده كلهم الاخصائيين كلهم خوش دكاتره بي موجودين يعني بالمستشفى. الحجيه جايبه مو؟ اي الحجيه ببيتي. ان شاء الله عندكم العافيه. الله يعافيك، مشكورين. الله ايضا دخلنا الى المختبر، راح نلتقي بالدكتوره رباب حتى نعرف من خلالها بعد دخول المستشفى العمل بشكل فعلي. السلام عليكم دكتوره. وعليكم السلام. اهلا استاذ رياض، اهلا وسهلا، نورتونا بمستشفى النبا العظيم. بعد بدايه العمل هنا في شعبه المختبر نستقبل المراجعين على مدار 24 ساعه مع توفر كافه الفحوصات المختبريه بسرعة عالية وبدقة مميزة وبكوادر كفوءة جدا. نظام العمل بنظام 24 ساعة، نستقبل الحالات الطارئة والأوت بيشنت، يعني سواء مريض مستطرق أو مريض باستشارة من أطبائنا اللي موجودين في قسم الاستشاريات، وبنتائج مرضية للجميع إن شاء الله. دكتورة، عادة المراجع والمريض يعني يعاني من نقول الوقت اللي ياخذ المختبر حتى يستلم نتيجة التحليل،
فقياسا بالأجهزة الحديثة سارعت بوقت أكيد 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 مع وجود شركات رصينة وأجهزة مختبرية ذات مناشئ عالمية سوف يوفر دقة عالية بالنتائج مع سرعة في النتائج، وهذا يختلف يعني من تحليل إلى تحليل. يعني مثلا تحاليل الهرمونات ممكن تستغرق وقت أطول، وهذا في يعني صالح المريض. يعني إحنا ما نحكم بالوقت قد ما نحكم بدقة النتيجة مع وجود كادر كفو ومتخصص، مع وجود أطباء اختصاص موجودين للاستشارات المجانية. القرار النهائي أو التقرير النهائي سلم المريض ومن ثم الطبيب، وهكذا نفس السياق اللي يقول معمول به. نفس السياق المعمول به بالنسبة للمريض اللي يعني داز أحد أطباء الاستشاريين للتحليل، فهذا التقرير يرجع للطبيب الاختصاص وهو يحكم به. أما في حال إنه المريض يعني جاي لحالة تشيك أب يعني يشيك أو نتائج خارجية، فمتواجدين احنا كأطباء اختصاص نقوم بشرح النتائج للمريض ونوجهه للطريق الصح في حال انه محتاج طبيب اخر اختصاص او اختصاص دقيق، او في حال انه محتاج مثلا بعض المقويات او هذا توصف من قبل الطبيب. كافة التحاليل المختبرية، كون المختبر يدار من قبل اطباء اختصاص. اذا نتمنى شفاء تام للجميع. شكرا دكتورة. تسلم، اهلا وسهلا. اهلا بك، الله يحفظك. استشارية بمستشفى النبا العظيم، نلتقي بأحد المراجعين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك. إن شاء الله بيات عندك الصحة والعافية. يحفظك الله، رحم الله والديك. الله يخليك. نتعرف بجنابك. مواطن رعد رحيم. من البصرة. نعم من البصرة. أهلا وسهلا بك. اليوم زيارتك إلى مستشفى النبا العظيم بخصوص. والله حقيقة هاي إحنا أول مرة داخلين هذا المستشفى. شفنا نظافة المستشفى أيضا لأنه حديث. والظاهر انه راح يخدم البصره واهالي البصره بالفعل، يعني لانه الظاهر انه الدكاتره هم ايضا جيدين، وخصوصا الاسم اللامع الدكتور عبد الزهر العيساوي، دكتور يعني معروف ومشهور بالبصره قاطبه وحتى بالعراق ايضا هم. فحبينا انه نزوره وعندنا مريض يكشف عليه. مريض من العائله يعني؟ هذاك الولد القاعد ابن عمنا. ابن عمي نعم. اي ابن عمك هم من البصره. نعم هم من البصره، هو هناك بالقبله بيته هم. فان شاء الله تدخلون على الدكتور استشاريه دكتور عبد الزهرة. اي نعم دخلنا على الدكتور هسه، دخلنا على الدكتور عبد الزهرة، وان شاء الله خير. ان شاء الله. عندكم العافيه والصحه. انا ما احكي شويه مريض اخاف من تعبه. شكرا جزيلا. رحم الله والديك، جزاك الله خير الجزاء. يا هلا مرحبا. إذن مستمرين معكم ومتابعي المربد والتغطية الخاصة إلى مستشفى النبا العظيم. انتقلنا إلى قسم النساء. ودكتورة تعرفين مستشفى النبا العظيم بافتتاحه يعني قريبا كان، فشون شوفين هذا الاختصاص نساء وتوليد؟ تعرفين يعني نقول دائما زيارة متكررة خصوصا للمرأة الحامل لازم بزيارة دورية للطبيب. أنا تواجدي في مستشفى النبا العظيم كل يوم سبت مساء، فمراجعاتي طبعا هم يعني عندنا اتصال وياهم بالتليفون فيتأكدون انه انا موجودة بالنبا العظيم فيجوا للمستشفى النبا العظيم. معظمهم حوامل، متابعة حوامل، مواعيد عمليات قيصرية، وبقية اللي يعني بعض الحالات نزف، حالات يعني امراض نسائية اخرى. دكتورة شلون شفتي مستشفى النبا العظيم بهذا الاختصاص يعني من أجهزة طبية من علاجات إلى آخره؟ هو صراحة كمستشفى هو مرتب من أول ما تدخله تحس أنت مو مستشفى يعني. يعني شيء مرتب ونظيف، السونار اختصاص السونار يعني طبيب اختصاص، والتشخيص دقيق، التحاليل المختبرية، العلاجات متوفرة الحمد لله، وأسعارهم مناسبة يعني أنسب من بقية المستشفيات الأهلية. صح طبعا بعد هي صارت منافسة لازم يقللون. شكرا دكتوره، مع خشالي المراجعين يعني. الله يوفقكم، شكرا جزيلا. علي حسين يونس، اهلا وسهلا بك. اليوم وجودك بمستشفى النبا العظيم يعني من اجل زياره مع مريض ولا انت؟ لا انا المريض. عندك عادي شو تعاني؟ قلبي والشرايين. سلامة قلبك إن شاء الله. الله يسلمك. هذاك شباب شو في قلبك؟ يا هلا همية. هلا شلون شفت المستشفى بما أنه مستشفى حديث يعني يعتبر؟ هاي أول مرة بس زوجتي هي هو اللي كشف المرض ماله. أها. إي.
ولهذا انت صارتك زياره ثانيه للمستشفى. اي نعم اي إيه. ان شاء الله عندك العافيه وما نشوفك الا باحسن حال. ويسلمك ويوفقكم يا اهلا ومية هلا. لازلنا معكم متابعي المرمد والتغطيه الخاصه في مستشفى النبأ العظيم، راح نتوجه الى الريسبشن. السلام عليكم، شلون صحة؟ زين ان شاء الله؟ الحمد لله بخير. نتعرف جنابك؟ اسمي جمانه. جمانه؟ نعم. جمانه انت اول ما تستقبلين المراجع يكون معك؟ اي نعم اي نعم. هسه كان مراجع اجي الى يمك هذا المكان. اي نعم. شو حسيني او شنو مطلوب من عندي يعني؟ السؤال الاول اللي ينطرح. اول شيء ارحب بك، بعدين اقول لك جاي المستشفى قبل لو هاي اول مره، حتى اذا جاي اول مره نضيف معلوماتك كامله. كامله إيه؟ معلومات الاسم والاسم والمواليد والرقم وكل شيء. اذا جاي من قبل فالمعلومات موجوده عندنا بالسيستم. نعم. فقط الاسم إيه؟ الاول يطلع. بس نضيف المراجعه الجديده. بس انا ما راح اسال شنو تعاني او شنو يا طبيب جاي ولا إيه، نسال اذا يا طبيب جاي حتى نضيفه على السيستم، وبعدين حول الطبيب هو التشخيص يم الطبيب. الحساب يمكم لو... لا الحساب يمنا. يعني يدفع بداية ووجه. نعم. طبيب. أي. الشكل النظام هذا. أي نعم. وأنتوا أكيد يعني نظام شفتات هيكون. أي طبعاً. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. أيوة نتعرف الإخوان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أستاذ. أهلا وسهلا بك، حياك الله. أمورك أحوالك. أهلا وسهلا بك أستاذ. الحمد لله. ايضا بشكل مختصر يعني العمل اللي تؤديه في هذا المكان. طبعا عمل الرئيسي هو استقبال المرضى، وان كانت من عمليات او استشاريات او طوارئ نقوم بتنزيل البيانات ونحولهم للاقسام المطلوب منها، ان كانت استشاريه او طوارئ او عمليات. البيانات تبقى محفوظه؟ نعم اكيد تبقى محفوظه عندنا بالسيستم، واذا المراجع يجينا مره ثانيه ما يحتاج بعد ينطي بياناته. قسم الأشعة دكتور هشام سليم، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. الله يخليك. هشام سليم. هشام سليم اسمك فني ما شاء الله. طبيب اختصاص أشعة، بارد عراقي أشعة وسونار. نعم. نقول مستشفى النبأ العظيم بعد دخوله واستقبال المراجعين، شلون نشوف قسم الأشعة؟ يعني من أجهزته، من كتابة التقرير، من عدد يعني الحركة العامة للمواطنين. تمام. بالنسبة لقسم الأشعة مستشفى النبأ العظيم يتميز بوجود أحدث الأجهزة من جهاز السونار وجهاز المفراز 128 سلايس. بالنسبة لفحوصات السونار احنا على استعداد أن نقوم كافة فحوصات السونار، فحوصات البطن، فحوصات الحوض، فحوصات الدوبلر الملون. بالنسبة لجهاز المفراز تتميز مستشفى النبأ العظيم أنه احنا نقوم بفحوصات القلب التصويرية بالإضافة إلى كافة فحوصات المفراز الأخرى كمفراز الدماغ، مفراز البطن وغيرها. يعني هذا سياق ثابت بالنسبة إلى عملكم بتطور الأجهزة يعني. طبعا أكيد، خاصة نتميز بفحوصات القلب التصويرية بالنسبة لجهاز المفراز. صح تتحدث باختصاصك، لكن خلينا نحكي بالعموم، شقد يأخذ وقت الفحص إلى أن يستلم تقرير المريض؟ يعني يستلم تقرير المريض خلال وقت قياسي، إحنا متواجدين على مدار 24 ساعة لتسليم التقارير للمريض. باي وقت المريض يحب يجي يفحص زين راح يتواصلون ويانا المستشفى وان شاء الله يتم كتابه التقرير باسرع وقت. اذا عندك العافيه وعد الجميع ان شاء الله شفاء تام. شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا مرحبا. تعرف جنابك حسين. حسين هذا صغير ومرض جامعي مستشفى النبأ العظيم. يا مرحبا. الله يسلمك. نقول بشكل عام رتات الطوارئ هي من الرتات المهمه، يعني اول ما يجي الحاله الطارئه الى هذه الرته، فهنا تعاونكم مع المريض شلون يكون، كذلك قياسا بسرعه اعطاء يعني العلاجات او ما يحتاج المريض. نعم. استشارة الطبيب طبعا. ان شاء الله. نعم اكيد. يدخل المريض طبعا استقبال يكون شو اسمه حسب حاله المريض. يوجه للطبيب. نعم اكيد اكيد يوجه للطبيب، يشخص من قبل الطبيب. اكيد اذا يحتاج انه تحاليل او مفراس او اشعه او رنين او اي بالضبط. لا هاي بعدين يعني اي بدايه تشخيص كاولي يعني. تشخص عن الحاله انه شوف شنو يحتاج مثلا الم في مثلا الم معده او يعني صداع او غيره في شيء. تكون هاي الحالات الباردة إنه هي يعني تشخص وتتعالج من قبل الطبيب المقيم موجود. إذا احتاج هذا المرض استدعاء طبيب أخصائي يعني أكو مرض. نعم كادة التمريض إنه هنا راح نستقبل المريض تحت أجواء معقمة أكيد. إجراءات جدا سريعة راح شنو يحتاج المريض من ناحية الراحة، من ناحية الخصوصية أكيد. مثل ما ذكرنا إنه أهم شيء إنه السرعة في إجراء التمريض
المريضي والطبي ايضا. فشوف شنو يحتاج المريض، نبقى وياه، نبقى نساندين اليه لحد ما من يدخل لحد ما يقوم بالسلامه ويطلع. ايضا تعرف، مرحبا. فاطمه رعد، ممرضه فنيه، اعمل في طوارئ مستشفى النبي العظيم. هنا نقوم بواجهه. خلينا نقف عند الممرضه الفنيه. الفني يعني يختلف عن الممرض؟ اي نعم، الفني هو خريج معهد تقني من جامعه تقنيه الجنوبيه في البصره. هو يسمى بالممرض الفني لانه حامل شهاده الدبلوم الفني. تمام. هنا في حاله تجي حاله مستعجله كمثلا بخاخ يعاني من الربو او يعني الامور الاخرى، طبعا احنا في يعني احنا في طوارئ النبي العظيم نستقبل كافه الحالات البارده والاميرجنسي البارده، تتوجه مباشره للطبيب ومن ثم تتحول اني نقوم لهم بالعلاجات السريعه اللي هي تركيب بخاخ، زرق ابره، تركيب كانولة. اما الحالات الاميرجنسي تكون الحالات صعبه وحالات مستعجله تشخص من قبل الطبيب المقيم من ثم من قبلنا ومن ثم استدعاء طبيب اختصاص. حيرت السقف فقط يعني اعمار متفاوته ولا مثل اطفال؟ اعمار متفاوته من طفل. اي نعم نعم اكيد، واستقبلنا هناك كثير من الاطفال وقمنا بمعالجتهم. طبعا يحتاج رعايه خاصه خصوصا مع تخليل الكانون. اي طبعا اكيد اكيد، الاطفال لهم رعايه خاصه وهنا نستقبل كافه برعايه خاصه واجواء معقمه ونرحب بالجميع على مدار 24 ساعه. لن ما اخركم وشكرا جزيلا. شكرا على خير. يا مرحبا وسهلا. شكرا. تجولنا في المستشفى ووصلنا الى الصيدليه، طبعا الجانب المهم لاخذ العلاجات واكيد تفاصيل اوفى من خلال. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله. اهلا وسهلا. حياكم نور. نور ايش؟ نور خالد. حدثينا عن الادويه، يعني تعرفين الادويه في تطور دائما صح ولا لا؟ نعم صحيح. تحتاج واحد متابعه حتى كالعلاج ينزل الجزء بفتره فترات علاج اخر. اي شيء اكيد، بس يعني هو شركاته هواي. أينا. ادويه هواي. فيعني مو كل مراجع يعني ملم بالأدوية، ولا هو أصلاً يعني دور إنه يعرف كل شيء يعني، إلا إذا هو دائماً العلاجات يعني أي شيء أكيد، يعني نحاول على قدر الإمكان إنه أي أدوية سواء يطلبونها أدوية المراجع قصدي يعني يطلبون الأدوية الدكاترة المراجعين، نحاول نوفرها على قدر الإمكان. يعني هنا الشركات آلية النظام حسب وصفة الطبيب ويدخل أيضا سيستم. أي وصفة سيستم وبعدين ننطي الوصل للمريض حسب يعني كل مادة والسعر مالتها. أكو علاج يكون بديل مثلا في حالة ما موجود هذا؟ أكو بديل يعني شيء أكيد، يعني إذا المريض راد بديل أو يعني يعني إذا قبل هو. أي. إذا أكو ما يقبلون يعني نفس العلاج او نفس الشركه. اي نعم. نظام العمل هنا اكيد بشفتات يعني صباح. اي مستمرين 24 ساعه. أي الصبح وعندنا العصر واكو همينا خفر موجود. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا حياكم. لازلنا في مستشفى النبع العظيم وبالصيدليه نلتقي بها المراجع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يخليك. بدايه عندك العافيه. الله يعافيك. اتمنى ما تاخذ اي علاج. ويسلمك ان شاء الله. الله يسلمك ويديمك. تعرف جنابك كاظم الشاوي. اهلا بك استاذ كاظم من البصره. من البصره ان شاء الله. من البصره قرمت علي. حياك الله. الله يحييك. زياره الاولى لك للمستشفى النبع العظيم ولا اكو مراجعات سابقه؟ لا اول مره جاي هنا لان انا الدكتوره كنا مراجعينها ببريها هنا. اي نعم بالعباسيه. شوف النظام العمل بشكل عام بالمستشفى ما شاء الله، يعني شيء مفاجئ وشيء كلش حلو، خدمه للبصريين وخدمه للمجتمع، واسعار هي الاسعار نفسيتها يعني ما شاء الله، يعني فد شيء يعني انصدمنا به ما شاء الله رب تبارك الرحمن ان شاء الله. الله يسلمك. على التعامل مالتهم، على النظافه، على كل شيء يعني حلو ما شاء الله. ان شاء الله عندك العافيه والصحه والسلامه. شكرا جزيلا. خليك استاذ يحفظكم ان شاء الله.